سلام الله عليكم، أهلا بكم في قناتنا. قم بالاشتراك على القناة بالنقر على زر اشترك وتفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل إشعارات جديدنا للقناة. نبدأ الدرس، هذا الدرس وذلك التطرق لهذا البرنامج والتعرف عليه. نقرأ من الدماري. البرنامج اسمه وسويمينج بويلدر، وسويمينج ويب بويلدر النسخة 12. هو برنامج لصنع صفحات الانترنت وصفحات الهبوط، اللاندينج بيج. لمن لا يعرف اللاندينج بيج، سوف اقوم في حلقة ثانية بصنع لاندينج بيج لكم في درس مفصل بالتفصيل كيفية صنع لاندينج بيج. قمت بتحضيرها، وجدتها صدفة في صفحات الانترنت، عجبتني وقمت وسأقوم بوضع لكم كيفية صنع نموذج ويكون عام لكل النماذج الأخرى. طيب، نقوم بشرح لكم هذا البرنامج بالتفصيل. بعد أن تقوموا بتحميل البرنامج ستجدون روابطه أسفل هذا الفيديو. قوموا بالدخول إليها وسوف نقوم بتعريفكم عن أهم أجزاء الخاصة به. هذه أجزاء هي أجزاء المهمة والخاصة بالتبويبات. طيب، هذه الأجزاء خاصة بتبويبات. هنا تظهر مكان كل تبويب، يظهر هنا أو نافذة أو شريط العرض، عرض التبويبات. من هنا التول بوكس الخاصة بكل الأدوات المهمة التي يمكن أن نعمل بها. لاحظوا هذه الأدوات ستاندار، مثلا هي موجودة في أنسيرسيو ستاندار. ها هي ستاندار، نجد هنا ستاندار، نقوم بغلقها. إيماج، ها هي الإيماج، يعني أنسيرسيو كله موجود هنا. إيماج، ها هو الإيماج، صفحة الإيماج، كل ما يتعلق بالصور نجده هنا. دروينج، كل ما يتعلق بالبانرات وكليب آرت وكل ما يتعلق بهذه الأمور، ها هي دروينج، نجد هنا دروينج، قم بغلقها. فورما كونتيني، وهي عبارة عن أزرار وتشيك بوكس والكاباتشا وكود أكواد الكاباتشا والكوم بوكس وما إلى ذلك. الفورما كونتيني يعني نجدها هنا، كلهم نجدهم هنا. هذه هي الفورما البوكس، كل ما يخص صناعة الصفحات الانترنت موجودة هنا بدون اي برمجة. لا تحتاج لبرمجة لكي تنشئ موقعك مع هذا البرنامج الرهيب. كل ما يتعلق بالميديا، من ان اردت ان اعمل مقطع صوتي او فيديو او عن طريق اليوتيوب مثلا، هو كل هذه الميديا الموجودة هنا سوف تجدها هنا أيضا. النافيغاتور، من الميني أو الميني بار عن طريق CSS ميني والجو ميني أو القوائم الانسيدالية. لاير ميني والميجا ميني والميني بار، وهي الموجودة، وهي النافيغاتور. سوف نرى هذا مسبقا. هناك لعمل لجذب ملفات مثل الوورد وما إلى ذلك يمكنك عملها من هنا، والار اس اس مثلا يمكنك عملها من هنا. الجيكوير، كل ما يخص الجيكوير من الميني بار والأزرار الانسيدالية تجدوها هنا أيضا. لعمل باي بال، باي أد كونتري يعني سبسكرايب بوتون، كل ما يخص الباي بال الذي هو في الحقيقة هذا هو الباي بال. وكل الجيكويري هنا موجود أيضا هنا.
كلها موجودة هنا، كل ما سبق تجد موجود هنا. وهنا البوكس يعني إن أردت حصول على خلفيات جاهزة تأتي إلى هنا. على سبيل المثال لاحظوا الخلفيات الرائعة، نأخذ مثلا هذه، تقوم بسحبها فقط ووضعها هنا، لاحظوا، وتقوم بتغيير الأسماء كيفما تريد من هنا هكذا كيفما تريد، تقوم بتغيير الصور، الأيقونات كيفما تريد. يمكنك مثلا هذه الصورة، لاحظوا كيف جاهزة ومقسمة وجاهزة، فقط ما عليك إلا أن تغير الصور والكتابة فقط. هناك العديد والعديد من الخصائص المهمة في هذه الميزة، يعني لاحظوا جاهزة، شبه صفحات كاملة جاهزة. نعمل، ندخل من هنا، نعمل نيو ناو، اوكي. هنا الفايل، الفايل من هنا نيو لعمل برنامج او نافذة جديدة، نيو تومبلت ننقر عليه نيو تومبلت لوجود صفحات جاهزة، جاهزة يعني تظهر لك هنا صفحات جاهزة. الرسوم، رسوم هنا لإظهار الصفحات التي قمت بعمل لها ريجستر، يمكنك إعادة فتحها من هنا. سيف يعني هنا لعمل حفظ للبرنامج أو للبروجي المشروع. سيف أز إن أردت أن تحفظه في مكان آخر. فوير براوزر هنا لعمل براوزر لمشاريعك، لعمل براوزر لمشاريعك. ببليش لما تريد أن تنشر مشروعك على خادمك مثلا، تقوم من هنا بنشره هكذا، تقوم بنشره على سواء أو بتحضيره للنشر. ببليشر كلوز لإخراج المشروع، مشاريع التي تكون مفتوحة. هلب وأوبسيو من هنا، أوبسيو للتحكم بكامل الخصائص من إضافة بالنقر هنا مثلا أو إعادة النقر، مثلا التحكم في الـ HTML، إظهار خصائص لم تكن ظاهرة. الفيل هنا مكان حفظ مشاريعك، مكان حفظ مشاريعك. ببلش يعني هنا تتحكم في مجموعة كبيرة من الـ FTP، هنا تدخل الـ FTP الخاص بك مثلا، FTP لما تنشر في موقعك مباشرة، تدخل المعلومات من هنا بالنقر آد مثلا، تضيف الصور التي تريد أن تدخلها إما PNG أو ما إلى ذلك. الأوزر انترفاس من هنا تختار الانترفاس الخاصة بالبرنامج، يعني أوفيس الخاص به حتى 2013، حتى أوفيس 2003، حتى أوفيس 2016. كومباتيبيليتي كبيرة لديه. هذا فيما يخص المنيو. الهوم هنا من هذه الأيقونة لإظهار مثلا هذا الإظهار هذه الصفحة لمشاهدة الصفحة كيف تبدو لنا بعد الإخراج الخاص بها. لو ننقر عليها تظهر لنا الصفحة أو لعمل تيست للصفحة كما تشاهدون، هكذا تخرج لنا الصفحة بعد أن قمنا بالنقر على براوزر. هذه للرجوع إلى الخلف وهذه للأمام، هذه معروفة هذه الأمور. أنسيرسيو كنا شرحناها من قبل، يعني لجلب نص، تنقر هنا وتفتح من هنا، تكتب ما تشاء هكذا. مثلا أنسيرسيو لجلب، إن أردت أن تعمل جدول من هنا فقط، فقط هكذا يظهر وتضعه أينما تشاء، أينما تريد تضعه. لاحظ انسيابية كبيرة جدا جدا في هذا البرنامج، يتيح لك العديد والعديد من المزايا. يمكنك أن تضع تشيك بوكس ستاندارد، العديد والعديد من المزايا. من هنا لجلب إيماج مثلا، تقوم بوضعها هكذا، ثم
على ذكر هذه اللانديباج التي سوف أشرحها لاحقا، هكذا تقوم بوضع الصورة أينما تريد. هكذا مثلا سيرسيو هناك مثلا الأبانر هي عبارة عن كلمات كبيرة، لاحظوا تقوم بتغييرها كيفما تريد، تدخل بهذا الشكل ببليجير كذا، من هنا تقوم بالتحكم بالخصائص الليجنومو تكست بكل الخصائص الخاصة بالبانر. هذا عبارة عن بانر إشهاري مثلا، لاحظوا في اللانديك بيج معروف البانرات بأنها تجلب العديد من الزوار. لاحظوا هكذا يمكنك أن تتحكم بكل الخصائص من هنا. من هنا تقوم بتغيير الاسم، مثلا تكتب landing page landing landing page، ثم تعمل هكذا. اوكي لاحظوا كيف تغيرت. يعني نريد أن نشرح لكم أكثر قدر ممكن. Image Map، من هنا تختار إيماج أخرى مثلا، يعني تتحكم فيها تحكم كلي، تنقر مرتين لتتحكم في البوردور أو الحواف. Width 2، Height 4، تضع لها إطار مثلا. نأتي إلى هذه الخاصية كليبارت، هي صور موجودة بالبرنامج، مثلا تضع هذه، تختار هذا الرمز وتضعه أينما تريد. هناك العديد من الخصائص الجاهزة. نأتي إلى هذه، هناك أمور عديدة سوف تكتشفها بنفسك، سوف أتركها لك لتكتشفها. نفتح نيو هوم. هذه خاصة بالأزرار، هذه الفورمة خاصة بالأزرار. مثلا تريد أن أخذ بوطن، هذا عبارة عن زر تنقر عليه مرتين تتحكم في كل الخصائص الخاصة به. طيب نواصل، قلنا الفورمة في خصوص البوطن، نفتح هذا والبوطن نتحكم به من هنا كيفما نشاء. Submit نتحكم به، هنا تضع له اسم مثلا للتحكم في البرمجة الخاصة به، مثلا تعطيه نجعله Submit أو أنقر أو أينما تريد. Button Submit Normal Submit Rest نتركه كيما تريد. من هنا تدخل كي، من هنا مش كليرين، هذه خاصة وخاصة جدا سوف نشرحها لاحقا. ستيل من هنا تغير الخلفية، تجعلها خضراء مثلا، لاحظ كيف تصبح. ستيل أيضا نتركها زرقاء، ومن هنا بوردور والحواف حمراء بإطار أحمر مثلا كما تشاهدون. هكذا يعني تتحكمون في كل الخصائص من هنا. التكست في الوسط، نوع الخط يعني مما تتحكم في نوع الخط، مثلا أريال أو تريد تغييره مثلا بهذا الشكل. اللون، إن أردت تغيير اللون من هنا تجعله هكذا. ومن هنا السيز، اجعله مثلا 16 مثلا. من هنا ديفو إيطاليك بولد، إن كان جرا أو ما إلى ذلك نجعله خشن، ثم ننقر أوكي. لاحظ كيف تغير، سوف نرجع ونضع له لون أحمر حتى يكون واضح. لاحظوا كيف ظهر. يمكنكم تغيير مثلا
نضع 32 في الحجم، لاحظوا كيف كبر. البوكس تشاودر هذه خاصة بالسي اس اس، يعني الايفنت هنالك هنا يمكن اضافة احداث. سي اس اس ايضا يمكنكم اضافة احداث هنا المستوى العالي من البرمجة، يجب ان تفهم ما هو سي اس اس وما هي الاحداث وما الى ذلك. لا يمكنك ان اشرح لكم في هذا الدرس البسيط. طيب تختار مثلا تشيك بوكس. تشيك بوكس ما هو تشيك بوكس؟ تشيك بوكس هي عبارة عن أيقونة صح أو لا. مثلا نذهب إلى الهوم ونعمل لها، لاحظوا كيف تأتي. هذه هي العلامة تشيك بوكس. مثلا تكتب هنا، تأخذ تكست وتكتب هنا هل تكتب مثلا هل أنت متزوج على سبيل المثال. هكذا نعمل له سيز كبير نوعا ما حتى هكذا، ونذهب إلى هوا ونعمل براوزر مثلا. في هل أنت متزوج؟ نعم. ينقر هنا ثم ينقر على سوبميت. لاحظوا هذا البوطونة وهذا الزر، ينقر هنا إن كان متزوج ثم ينقر سوبميت مثلا. من هنا نذهب إلى هذه الاختيارات. من هنا مثلا إن كنت تريد وضع فيديو ليوتيوب، تنقر هنا وتضع هكذا وتنقر مرتين، وهنا تضع عنوان أو رابط الفيديو. وهنا تتحكم بكل الخصائص الخاصة بالفيديو. بلاي هايد كواليتي مود، هنالك اوتو بلاي يعني ذاتي تشغيل، اي يشتغل مباشرة وما الى ذلك. التحكم بالعديد من الخصائص ان كنت تتقنها بطبيعة الحال. ان كنت لا تتقنها فقط ضع عنوان هنا واتركها اوتو بلاي ان اردتها ذاتية التشغيل. بطبيعة الحال هناك هنا ان اردت وضع مقطع صوتي تنقر مرتين، تضع HTML Audio Sync أو أوديو أو فيديو، تأتي إلى هنا وتختار مكان وجود الصوت وتسحبه مباشرة ليكون ضمن الملفات الخاصة بال HTML الخاصة بك. كل هذه الأمور سوف تتعرف عليها لوحدك. من هنا إن كنت تريد أن تضع لصفحتك أو دخول عن طريق الأدمن مثلا كالتسجيل كالتسجيلات مثلا، تأتي إلى هنا وتقوم بتغيير كل هذه الخصائص من بوردر وبولور وما إلى ذلك، وتضع لها باسورد الخاص بالأدمن واليوزر نيم مثلا. نذهب إلى هوم لنرى كيف كيف تظهر لنا هذه الأيقونات. لاحظوا هي غير مبرمجة، غير مبرمجة بتاتا. هنا رابط الفيديو طبيعة الحال. كل هذه الأمور تعلموها لاحقا، ليس في هذا الدرس البسيط. مثلا سيسس مينو الجيكويري أيضا هنالك العديد من الميزات فيه. هنا تضع الميني بار بطبيعة الحال، هنا تكتب ما تشاء ثم تنقر أوكي. هنا أيضا تكتب ما تشاء والتايتل أيضا، ثم تعمل له إن كنت تريد أن يدخلك في صفحة من صفحات تختار هذه. إن كنت تريد إيميل تختار هذا، إن كنت عبارة عن لينك رابط لموقعك أو رابط للسي بي الخاص بك تضعه هنا وما إلى ذلك. من سمارت لينك أيضا هناك العديد من الخصائص
كنت تريد أن تضع اسكيب الخاص بك هنا أيضا، يتصل بك عن طريق اسكيب، مثلا ويب اكسترن، تضغط هنا، وهنالك سوب ميني الخاص به، تأتي إلى هنا. ونذهب إلى الهوم لنرى كيف يظهر السوب ميني. لاحظوا هنا سوب ميني 1 سوب ميني 2 بهذه الطريقة، أيضا بهذه الطريقة يظهر بهذا الشكل، بهذه الأشكال. أنسيرسيو، نواصل الأنسيرسيو. هنا الأدمين، هنا الجيكوير، وهنا الباي بال. إن أردت إدخال باي بال نذهب إلى الباج. هذا الباج يتحكم في كل الخصائص الخاصة ب يتحكم بكل الخصائص الخاصة بالصفحة البيج. هنا لوضع صفحة جديدة، لاحظوا هنا اندكس، تظهر اندكس هي الصفحة الرئيسية. إن أردت أن إضافة صفحة جديدة انقر نيو بيج، نيو بيج هكذا لتظهر هنا نيو بيج، يعني أو مباشرة من هنا نقرب من هنا نيو بيج. لاحظوا يمكنك سحبها وجعلها صفحة تابعة لصفحة، أو يمكنك أن تجعلها ضمن صفحة رئيسية. نيو بيج موبايل، هنالك العديد من الخصائص سوف تكتشفها لاحقا. امبورتي لجلب صفحة HTML أو صفحة سابقة. إيديت بيج مثلا، معذرة، مثلا لدينا 3 أندكس وصفحتين، ومن هنا تريد أن تعدل على الصفحات. الصفحة الأولى أم مجرد أن تدخل إليها سوف تأتيك. لاحظ هنا صفحة، هنا الأندكس، هنا الصفحة الأولى، هنا الصفحة الثانية. بمجرد أن نحن في الصفحة الثانية نريد أن نذهب إلى الأندكس، ننقر هنا ليفتح هنا مباشرة. ديليت هنا، لأن إذا أردنا أن نحذف هذه الصفحة مثلا ننقر ديليت من هنا، أو نأتي إليها وننقر على هذه العلامة، لاحظوا هكذا، أو نأتي إلى الصفحة هنا وننقر ديليت. لاحظوا كيف نقوم بإزالتها. الباك جراوند، لوضع باك جراوند أو خلفية للصفحة، نأتي إلى هنا ونضع لها لون أسود أو رمادي أو أزرق، ويمكننا وضع صورة كخلفية لتكون هذه. لاحظوا كيف تظهر بهذا الشكل باك جراوند وهي خلفية الصفحة. نأتي إلى هنا، نتركها بيضاء أو بهذا الشكل. نأتي إلى هنا للتحكم في خصائص الباج بروبريتي، خصائص خاصة بكل الصفحة. من هنا تضع اسم للصفحة، تايتل مثلا صفحة روبوت موبايل إن كانت خاصة بالموبايل. الأندكس إن كنت تريد الميني نيم الذي يظهر هنا، يعني هنا نتركه أندكس. من هنا عرض الصفحة، عرض الصفحة هو هكذا. يمكنك إضافة من هنا أرقام إن كنت تريد عرض أكبر. هايت طول الصفحة، من هنا أحجام تارجت سكرين سيز، التارجت سكرين سيز، من هنا تختار التارجت سكرين سيز الخاص بالصفحة، تجعله مثلا 600×800. لاحظ كيف يظهر لك هنا الطول والعرض لوحده. إن كنت تريده 1400 في 27، لاحظ كيف يتغير هنا أيضا. من هنا تختار نوع الصفحة، إن كانت أسامبلي أو HTML أو HTML أو PHP، حسب اختيارك. هنا أكبر قدر ممكن هو HTML 5. تتحكم بالعدة خصائص من هنا. تريد أن تضع أيقونة للصفحة مثلا. من هنا language يعني يونيكود الكاركتير، يمكنك أن تختار الكاركتير الذي تعمل عليه الصفحة.
مثلا ارابيك او ارابيك ويندوز وما الى ذلك. لغة الصفحة، يمكنك اختيار لغة الصفحة ان كانت عربية بالعربي او بالانجليزي، تختار اللغة الخاصة بالصفحة. من هنا left to right، من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين، ان كانت اللغة بالعربية او بالاجنبية او بالانجليزي او بالعربي. تأتي الى ستايل، من هنا تختار الباك جراوند كما سبق وان قلنا، تختاره من هذه المكان او من هنا، يمكنك ان تتحكم بالباك جراوند ايضا. لاحظوا، اما تختار من هنا او تأتي الى هنا في ستايل، تختار الباك جراوند. من هنا اللينك، الخصائص الخاصة باللينك. نورمال لما يكون رابط او نص به رابط يكون باللون الازرق، لما يكون مفعل يكون يصبح باللون الأحمر، أي لما ينقر فوقه يصبح باللون الأحمر، لما نمرر الماوس فوقه يكون باللون البنفسجي. هوفر بعد النقر يكون باللون الأزرق. فونت أي التحكم بال ب ب إذا أردت أن تتحكم بالنص في كامل الصفحة، أين تضعه في الصفحة يكون بهذه الخصائص. من هنا تختار نوع الخط، تختار نوع الخط، من هنا تختار لون الخط أسود أو ما إلى ذلك، من هنا تختار حجم الخط، تختاره مثلا 16 مثلا. الأنترلين الفاصل بين كلمة وكلمة، من هنا تختار الأوز، إما ديف أو يعني هنالك العديد من الاختيارات هذه للمبرمجين يفهمونها. الجيكويري هنا تختار نوع الجيكوير الخاص به، هناك العديد منها. الميتاتاج، هذه الميتاتاج جد جد مهمة في الباج. هنا اوتور، يمكنك وضع عنوان مثلا لنوع الموضوع. الكيورد، الكيورد هنا مهمة ومهمة جدا لكل موقع حتى يتصدر أرشفة في أولى محركات البحث. الديسكريبشن أيضا الوصف الخاص للموقع. هنا الكاتيجوري، من أي نوع ينتمي هذا الموقع، هل هو سياحة رياضة ما إلى ذلك. جنراتور أي من هو صاحب هذا الموقع، سوف تظهر كلها. من هنا ضع اسمك مثلا، وهنا ضع رابط موقعك. الأزلايد هنا تكتب أمور شخصية خاصة بالأزر. أوبن جراف ميتا تاج، جراف ميتا تاج من تعيد تكتب التايتل الخاص بالصفحة أو بالموقع. ديسكريبشن وصف لهذه الصفحة، تضع لها إيماج أو إيماج مثلا صورة. من هنا تختار التيب، إما إيماج ميوزيك، تختار هناك العديد من الاختيارات. ارتيكل مثلا، تضع عنوان او رابط الخاص بهذه بهذا الموقع، تنقر اوكي. هناك العديد والعديد من الخصائص التقنية. هنا ايفنت، ان اردت ان تضيف احداث. هذا فيما يخص ميزون باج. HTML، هذه صفحة HTML، صفحة هبوط موبايل. لاحظوا كيف قمنا بتسميتها سابقا. تايتل، يعني لاحظوا كيف يأتي ال HTML، الهايدر، ثم تأتي الميتا التي تكلمنا عليها في منذ قليل، كلها سوف تظهر هنا. ثم التايتل الخاص بالصفحة، ثم الميتا الخاصة بهذا التايتل بهذه الصفحة، ثم اللينك الأول، اللينك الثاني، ثم الهيدر، ثم البودي، يأتي البودي سلاش بودي. كل الأمور والصور التي نضعها تأتي بين هذين الوسمين، 9 و10، 10 و11، ثم سلاش HTML. هذا هو الخاص، كل ما تتحكم بال HTML الخاص بالصفحة. نأتي إلى هنا، هنا عبارة عن ستايل، يعني سوف تكتشف أنت فقط لاحقا. نفس التقنيات.
نأتي إلى فوير، من هنا لعمل ميزون بايج أو للتحكم بكامل. مثلا هكذا نتحكم ب، نجعلها تأخذ كل كامل ال كامل الجهاز. ريفريش، يعمل ريفريش للصفحة مثلا. من هنا شاو داون يعمل، لاحظوا لو نقوم ب، لاحظوا كيف أصبحت الصفحة. لو نريد إظهارها نظهرها واحدة تلو الأخرى، لاحظوا كيف تظهر، تظهر هذا الإطار وهذا الإطار. من هنا نعمل الميزان بايج الخاصة بالجويد، زوم وما إلى ذلك، الأرياج والتول، وهي معلومات تقنية. مثلا إذا تريد إضافة هرفت للصفحة، للأوبجي، لللينك، الهرفت هو خاص عبارة عن روابط. الأسكيل نوع الخط، أسينك، الهايدينج 1 2، أشدو أشكات للنصوص. من هنا لوضع السيت ماب، السيت ماب الخاصة بك هي أيضا مهمة ومهمة جدا. نسيت شيء في الميزون باج، هنا شيء أيضا مهم. نذهب إلى الميزون باج، من هنا تتحكم، من هنا تتحكم في الروبوت اكس تي. لاحظوا اندكس فولو، اندكس نو فولو، هذه مهمة ومهمة جدا في عالم الأرشفة. يعني اندكس هذه الصفحة، فولو ظاهرة أو نو فولو. هناك فرق بين اندكس فولو اندكس نو فولو، ونو اندكس فولو ونو اندكس نو فولو. هذه مهمة ومهمة جدا أيضا. نعمل روبوت اكس تي، وهنا ريفيزيون افتر كل وقت، يعني تعملها ريفيزيون. اخواني اخواتي، الى هنا نأتي لنهاية هذا الشرح. اي سؤال تفضلوا به في اسفل هذا الفيديو. لا تنسوا بالنقر وسبسكرايب القناة حتى يصلكم كل جديد. ان اعجبك الفيديو لايك، واعمل شير لأصدقائك، عمل بارتاج لأصدقائك حتى يصلهم، حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه. انتظرونا في الدرس القادم الخاص باللاندينج بيج وكيفية صنع لاندينج بيج احترافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.